مرحين. طيب بلشنا احنا في تسجيل هسه للسلايدات صح؟ طيب يا جماعه نعم المره الماضيه حكينا لما كانت الاف 1 موجوده صح؟ وحكينا عن الرد اللي كان بيكمل لهون اذا بتتذكروا، واظن حكينا فيه باستفاضه صح؟ اليوم بدنا نحكي بعد ما اخذنا اخر شيء الويلدنج واخذنا البولت، بدنا نحكي عن المسمارين هذول، عن الالحام الموجود هون والالحام الموجود هون. تمام، حكينا بجزء المره الماضيه بس عموما مش 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 بقديل. هسه الاف 2 شو بتساوي هون يا جماعه؟ اول شيء خلينا نحكي عن المسامير قبل الالحام. يعني انا ما عنديش الحام، اللي ماسك القطعه هاي مع الحيطه مين؟ بس المسمارين هذول، هذا وهذا. تمام، هسه الاف 2 شو بتعمل؟ تنشن. الاف 2 تعمل تنشن على هذا المسمار، نص الفورس بتيجي على هذا المسمار ونص الفورس بتيجي وين؟ على هذا المسمار. تمام تمام، تابعين معي يا شباب؟ غير هيك هاي الفورس الصوت بيقطع، ما بعرف والله كيف ممكن احل لك المشكله. ممكن تعيد اخر شيء؟ بقول الفورس اف 2 هاي اول شيء بدك تقول نصه بتيجي على المسمار هذا ونصه على المسمار هذا، واضح هيك؟ كويس يا جماعه؟ واضح واضح واضح. طيب غير هيك هسه هذا الكروس سكشن رسمت لكم اياه انا، راح تعمل حواليه مومنت هيك بهذا الاتجاه صح؟ مظبوط. يعني انا مزبوط. لو بدي ارسم السكشن هون هيك، يعني انا للاسف خلينا نقول زي هيك السكشن، وهذا عندي عمود هيك وهذا النورمال وهذا ايش اللي بيمشي افقي هيك، كيف حيكون اتجاه؟ خلينا نسمي هذا مثلا وهنا اصلا هن بارلل، هذا اكس وهذا واي وهذا زد. الفورس اف 2 بتعمل مومنت حول مين؟ حول زد. شباب تعمل مومنت حول الزد صح؟ هيك قديش مقدار المومنت؟ بمقدار الفورس هاي الاف 2 ضرب المسافه من عند الاف 2 لحد المسافه بين نص المسمارين. انت بدك تاخذ السنترويد اللي هو بنص المسمارين صح؟ اللي هي بحالتنا هاي حتكون 100 زائد 50 زائد 12 زائد نص ال 20 صح؟ 102 نص ال 40. تمام؟ فانت بتاخذ هاي مومنت، المومنت هاي شو بتساوي؟ المومنت هاي بتعمل تنشن على هذا، بصير تنشن ثاني على هذا، وبصير على هذا ايش؟ كومبريشن. مظبوط مظبوط. فانت مين راح يهمك بالحاله هاي؟ راح يهمك المسمار هذا. المسمار هذا شو صار عليه؟ صار عليه فورس على اريا، والفورس هاي قديش هي الفورس؟ نص الاف 2 زي ما حكينا قبل شوي صح؟ زائد المومنت اللي حكينا عنها قبل شويه. قديش مقدار هالمومنت هاي؟ ام في سي على اي، ام سي على اي، بس هاي المومنت نصها على المسمار هذا ونصها ايش؟ نصها على المسمار هذا. مزبوط تمام. هسه المومنت بدها تتحمل على مسمارين مزبوط يا جماعه؟ هسه في عندي مسمارين بدهم يشيل المومنت صح؟ لا اسف عادي. المومنت اللي صار عندي هو لا مزبوط. بالمسافه العموديه، المومنت اللي هون تضربه في المسافه العموديه اللي هي قديش بحالتنا هاي؟ 20 على اي. شو بيعمل لهاي لهذا المسمار؟ تنشن. بيعمل تنشن مزبوط. فصار عندك ام سي على اي. كمان مره قديش المومنت اللي هي الفورس هاي الاف 2 ضرب المسافه العموديه 150 وال12 وال40 على 2، صار عندي مومنت هون صح؟ والسي قديش السي بالنسبه لنا؟ انت وين بدك تحسب المومنت؟ بدك تحسبه على المسمار، فهي حتكون نص الايش؟ 40. نص ال 40. فاهمين علي يا جماعه؟ هسه المومنت صارت هون بالنص، بتعمل لهذا المسمار تنشن، ولهذا المسمار شو بتعمل له؟ كومبريشن صح؟ صحيح. طيب عند هذا المسمار بتعمل ام سي على اي موجب، وعند هذا المسمار بتعمل ام سي على اي سالب. قديش السي اللي هي بعد النقطه عن النيوترال اكسس؟ مش هذا ترى، مش هذا السكشن اللي انا قاعد بشتغل عليه، دير بالك يا جماعه. يعني لما اقول سي ما بحكيش انا هيك، يعني هي بجزء المساله شوي دقيقه. انا كانه صار عندي السكشن هيك اللي هو العمود اللي قبالي هذا هيك، هذا بولت هون وهاي بولت هون، وانا عندي المومنت وين؟ هون المومنت هيك. فمين النيوترال اكسس عندي؟ هذا هو النيوترال اكسس. هذا هو النيوترال اكسس. تمام،
الزد بس انا شغال ببلين بارلل لاكس زد بلين مش بارلل لواي زد بلين اوكي فانا بشتغل هيك قديش السي اللي هي بعد النقطه من هون لهون اللي هي نص الأربعين بحالتي هاي صح هاي بتعمل على المسمار هذا تنشن وعلى المسمار هذا شو بتعمل قاعده فاهمينها يا جماعه انا قاعد بطلع على الفيس من هون من الفيس هذا الخارجي هذا اللي من هون هيك قاعد بطلع لي واضح فهذا المسمار صار عليه اف على اي اللي هي طبعا هاي اللي هي اف 2 على 2 طبعا اف 2 على 2 اذا بدك تحطوه هيك زائد ام سي على اي والام اللي هي عباره عن اف 2 في في الطول هذا اللي حكيناه والسي اللي هي نص ال 40 لان المسافه من هون لهون قديش من هون لهون 20 بين المسمارين 40 عندي هون 20 على اي اللي هي قديش باي على 64 دي قوه 4 ام سي على ايش ام سي على اي دقيقه مومنت لا دقيقه المومنت اللي عندي هون انا اسف بعملش ام سي على اي لا بعمل فورس انت هذا صار يولد عندك ايش صار يولد عندك تورك صح التورك هذا بيعمل هون قديش فورس قديش مقدار الفورس هاي انت اسف مش ام سي على اي لا مش ام سي على اي ما حدا ليش ما صححت لي غيث هسه هاي دكتور مستعجل انا طيب هاي الجزئيه الاولى فهمناها ماشي الجزئيه الثانيه هسه عند النقطه هاي عند النقطه هاي انا حسبت مومنت صح معي يا جماعه المومنت هاي شو راح تساوي راح تعمل فورس بهذا الاتجاه كيف بدي اعملها هون خلينا بس انا اضيفها شو الواي اكسس دقيقه خلينا نضيف وارجع كمان مره هاي بن هسا انا عندي قلنا مومنت هون هيك المومنت هاي بقدر احولها ل تو ايكويفالنت فورسز فورس هون في الديستانس هاي وفورس هون في ايش في الديستانس هاي مزبوط هاي المومنت اللي حسبناها قبل شويه اللي هي قلنا عباره عن اف 2 في المسافه هاي لحد ال 40 على 2 مش هاي مومنت هاي المومنت بتتحول لايش المومنت شو بتساوي المومنت بتساوي الفورس هاي والفورس هاي بتساوي خلينا نسميها اف بتساوي 40 ملم دكتور بتساوي 2 في اف ار صح مزبوط تبعين معي يا جماعه هاي ار الصغيره هون ار وهاي ار فهاي بتساوي 2 اف ار يعني الاف الواحد قديش بتساوي بتساوي مومنت على ايش على 2 ار 2 ار اللي هي نفس ال 40 ترى حالتنا هاي اللي هي نفس ال 40 صح هاي مقدار الفورس اللي بتاثر هون الفورس هاي نتيجه المومنت والفورس الثانيه اللي هي عباره عن الاف 2 على 2 اللي هي نتيجه توزيع ايش على ايه كم فورس صار عندي؟ تو فورسز، فورس نتيجة المومنت وفورس نتيجة الاكسيل خلينا نسميه. مجموع التو فورسز هذول بيعملوا ستريس شو بيساوي؟ اف على اي اف على اي اف على اي تي صح؟ تنسايد اريا يس بدك تحسب التنسايد اريا يس ماشي الحال؟ فاهمين يا جماعة ولا خربطكم انا؟ عيدها كمان مرة شباب وما الباقي صامتي ساكتين يا جماعه فاهمين دكتور فاهمين المومنت اللي حسبناها هون اللي هي عباره عن اف 2 في هاي المسافه كامله هيها صارت بالسنترويد بين المسمارين هاي بتتحول ل تو ايكويفالنت فورسز الاف هاي والاف هاي طبعا هاي من السنترويد في عندك المسافه هاي 40 على 2 ومن المسافه 40 على 2 فالمومنت هاي هي حقيقه ما بتاثر كمومنت بتاثر ك تنشن فورس على هذا المسمار وكومبريشن فورس على مين؟ كابلينج فورس دكتور على هذا المسمار ماشي هي حقيقة مش كابلينج فورس بتأثر على هذا تنشن وبتأثر على هذا المسمار بإيش؟ كومبريشن صح؟ قديش مقدار الفورس هاي؟ فأنت بتقول عندك F بR و F في R حاصل الحاصل تبعهم لهم اثنين F R بيساوي المومنت اللي الأصل اللي تكون هي بتأثر كمومنت
بس انت طبعا عندك اياهم بدلاله الفورسز على المسامير، ما عندك اياهم بدلاله مومنت، فمشان هيك اوجدنا الفورس اللي ناتج من المومنت على المسمار اللي هي عباره عن ام على المسافه بين المسمارين اللي بحالتنا هاي 40 ملم. ماشي الحال؟ تمام، واضح يا جماعه؟ طيب، والفورس الثاني اللي هي قلنا الاف 2 اصلا بتقسم منها اف 1 واف 1. انت طبعا مين بيهمك، هاي وهاي راح يلغوا بعض تنشن وكومبريشن، فاكيد الخطوره وين حتكون معك؟ على المسمار اللي على الشمال هذا. فبتاخذ الاف اي زائد الاف ام بتحطهم هون، اللي هي خلينا نقول اف اي زائد اف ام على التنصال اريا، بيعطيك ايش؟ الاسترس. هذا الاسترس الماكسيموم تبعه لما انت تكون معوض الاف 2 اللي هي اللي اخذناها احنا حسب الجروب تبعك، والمينيمم قديش؟ صفر. السيجما مينيمم صفر، تمام؟ فبالتالي بتطلع من السيجما ماكس والسيجما مينيمم، بتطلع الافرج وبتطلع ايش؟ المين فاليو والالترنيتنج فاليو، تمام؟ هذا فيما يخص ايش؟ هذا فيما يخص الفورس اف 2. الاف 2 بتعمل بندنج. طيب الاف 3 شو بتساوي؟ بدي امسح هاي، طبعا احنا الحمد لله قاعدين نسجل، بدي عشان انظف الرسمه. هاي بوينتر هايبن. الاف 3 شو بتساوي؟ تعمل شير، شيء قريب منه جدا جدا، تعمل نص بياثر هون ونص بياثر وين؟ هون، صح؟ مظبوط. اف 3 على 2 اف 3 اوفر 2 اف 3 اوفر 2. طيب شو بتساوي نفس الشيء؟ نفس الشيء بنقول الاف 3 بنقولها على السنترويد هون، شو راح تعمل هون؟ بتعمل مومنت، تعمل تورك، بس اتجاه التورك وين؟ موجود بالبلين بارلل لاكس بلين، فبالتالي راح تعمل للمسمار هذا مش بندق وهذا بندق، راح تعمل لهذا ايش؟ هذا شير وهذا ايش؟ شير. قديش مقدار الشير؟ واحد لتحت مع الاف. تحسب التورك، التورك عندك شو بيساوي؟ هو اللي هي بساوي الاف 3 مضروب في ايش؟ في المسافه نفسها 150 و12 وال40 على 2 82. ماشي، ال40 على 2 مع هذول المسافات كلياتهم، هذول وين بتحطن؟ بتحطن هون على الاف 3، تكون حسبت التورك. طيب التورك هذا شو راح يساوي؟ راح يعمل شير فورس هون وراح يعمل شير فورس لفوق هون، صح؟ اه مزبوط. قديش بيساوي؟ نفس الحكي تماما اللي حكيناه، انت عندك التورك راح يساوي 2 في الاف 3 في الار، صح؟ طب في طريقه يعني لكتاب ام في ار كانت التورك اللي عندي ما بطبقش قانون تي سي على جي يا جماعه، لانه انا اللي شايل اللود مسمارين، صح؟ هذا المسمار وهذا المسمار، عند هذا المسمار في عندي شير، وعند هذا المسمار شو في عندي؟ في عندي شير، صح؟ فانا بهمني اشوف قديش الفورس اللي بتاثر على هذا المسمار وقديش الفورس اللي بتاثر على هذا المسمار، لانه ما عندي منطقه شايل اللود غير بس النقطتين هذه اللي هي المسمار هذا والمسمار هذا، فانا بدي اشوف الشير اللي هون والشير اللي هون. عند هذا بيعمل تورك، التورك بياثر لتحت، وعند هذا بياثر التورك لوين؟ لفوق. فشو التورك اللي عندي هذا التي؟ حقيقه هو ما بياثر بدلاله تورك، بياثر بدلاله شير فورس على هذا المسمار وشير فورس على ايش؟ على هذا المسمار. طالما البعد متساوي بيناتهم معناته الاف هاي بتساوي نفس الاف هاي، معناته بقول التورك يساوي 2 اف 3 في ار، يعني ال مش اف 3 ماش اف 3 هاي 2 اف في ار، عشان اعرف قديش الفورس اللي بتاثر على المسمار. فانا بالحاله هاي بكون طلعت ايش؟ طلعت الفورس. فبالتالي الفورس التوتال فورس، الفورس التوتال اللي على المسمار نتيجه الشير شو بتساوي؟ بتساوي الاف 3 على 2 اللي هي قبل شوي قلنا الاف 3 نص اجع هذا نص اجع هذا، صح؟ مظبوط. زائد الاف هاي اللي هي عباره عن ايش؟ سي على ايش؟ على 2 ار. هاي مجموعه الشير فورس اللي بتاثر على مين؟ على المسمار. واضح يا جماعه؟ تمام. طيب كيف اتجاه الفورس هاي؟ هذا المسمار للأسفل. عندك هيك الفورس هيك. قديش الماكسيمم؟ الماكسيمم وين موجود؟ هون على نيوترال اكسس. قديش بيساوي؟
في حالة الدائرة قديش الماكسيمم شير؟ طبق قانون في كيو على اي تي، قديش بيطلع عندك؟ مش دكتور صوتك مش فاهم، مش سامعه، مش عارف عندي شباب سامعين؟ انا سامع تمام. كمان مرة هسا انت عندك الشير فورس بتأثر نص الإفاي قلنا اجت هون ونصه هون، والتورك هذا تحول لتو فورسز، واحد هون وواحد هون، كيف طلعناهم؟ قلنا التورك بيساوي 2 اف ار، فبالتالي في عندي بورشن ثاني للفورس اللي هو عبارة عن تي على 2 ار، فالتوتال فورس نتيجة الاف 3 اللي هي بتأثر على المسمار اللي على الشمال اف 3 على 2 زائد تي على ايش؟ على 2 ار، هاي بتأثر على المسمار كامل. بس هل الشير اللي هون نفس الشير اللي هون نفس الشير الستريس اللي هون نفس الشير الستريس اللي هون؟ لا بالنص اكثر. اعلى شيء اعلى شيء بالنص، بدك تطبق قانون ايش؟ في كيو على اي تي عشان تحسب. فانت عندك فورس اللي هي اف تي، فالماكسيمم شير التاو عندك شو بتساوي؟ في اللي هي بحالتنا هاي اللي هي اف تي صح؟ في كيو على اي، اي تبعت مين؟ تبعت المسمار، تبعت الديامتر، في كيو على اي تي، هاي بتكون طلعت التاو ماكس على المسمار. التاو مينيمم قديش؟ صفر. التاو مينيمم لما ما يكون الاف 3 احنا قلنا بيعمل فلكتشويتنج من صفر لا خلينا نقول ل 1000 صح؟ فمعناته هاي بتكون ايش؟ صفر. انت شو صار عندك بالحاله هاي؟ عندك على كل مسمار، خلينا ناخذ المسمار اللي على الشمال، المسمار اللي على الشمال عليه نورمال ستريس، يعني لو قلنا هذا هو المسمار عليه نورمال ستريس بهذا الاتجاه، وهاي النورمال ستريس اللي هي عباره عن سيجما ايه وسيجما مين صح؟ وش طلعنا منهم هيك؟ وشو عليه كمان؟ طبعا هذا النورمال ستريس سواء على النقطه هاي او على النقطه هاي ذا سيم، فانا مين جاي على ادرس؟ جاب ادرس النقطه اللي على نيوترال اكسس. طيب عليه سيجما الترنيتنج وسيجما مين فاليو، شو عليه كمان هون؟ عليه هون ايش؟ تاو الترنيتنج وتاو مين صح؟ تاو مين بقى؟ مزبوط مزبوط. عند النقطه هاي خذ اقول بدي ادرس النقطه هاي، انا ليش احنا قلنا بندرس النقطه هاي؟ لا لو اجينا بندرس النقطه هاي، النقطه هاي شو عليها؟ عليها سيجما الترنيتنج وسيجما مين، بس هل عليها تطبق في كيو على اي تي؟ هاي ما عليهاش شيء، فانت اكيد راح تدرس اي نقطه وين موجوده على النيوترال اكسس هذا صح؟ تبع المرضيه فعلى النيوترال اكسس، فعندك سيجما اي وسيجما مين وتاو اي وتاو مين، بتشتغل على قانون الفون ميسز ستريس وبتعيش حياتك. طب دكتور ما هو الفون ميزز ما فيش فيه ولا الترانسفيرس شير كيف؟ هذا نفس صيغه الفون ميزز فيها للترانسفيرس شير، فيها بس للتورشن وللبندنج وللاكسيال الفون ميز. هذا شو نمسى هاي طبعا انتم مسجلين ماشي، خلينا نشوف وين القانون، اي صفحه عارفه يا غيث؟ دقيقه بس خلنا اعطيك اياه بالضبط. صفحه 326 ان شاء الله يكون نفس هاي 326 هاي طيب السيجما اكسيال 100% فاهم عليك شو اللي بدك تحكي. هذا القانون في للبندنج وفي للاكسيال وفي لايش؟ في للتورشن. عارف ليش؟ لانه هذا اصلا معمول بس للشافت، والشافت انت غالبا بتتعرض فيه لشو؟ بتتعرض فيه للتورشن. بس نفس الاشي نفس المبدا، يعني هاي كلمه تورشن اعتبرها ايش؟ اعتبرها ترانسفيرس نفس 100% نفس التاو ايه، يعني هي التاو الشير اللي انوجد سواء نوجد نتيجة التورشن أو نوجد نتيجة الترانسفير، شو بفرق معك أنت؟ غير شيء. بفرقش معك ولا شيء. ككونسبت ما بفرقش، لأنه بكل بساطة البندنج ستريس والشير شو العلاقة بيناتهم؟ إذا في بندنج في الشير، وإذا في الشير في ما في بندنج. لا قصدي مثلاً أنت عندك خلينا نقول السيجما للبندنج على اكس اكسس، والتاو شو بكون على مثلا اكس واي بلين صح؟ بغض النظر هسه يعني هيك خلينا نحكي زي هيك،
هسه لو انا جبت لك سؤال وقلت لك بغض النظر انت تعرف هاي، قلت لك نقطه، عشان هيك بناخذ النقطه، قول هاي نقطه عندك هاي سيجما اكس وهاي عندك سيجما واي وهاي عندك هون ايش شير، مش هيك بتحكي؟ ايوه. لو ما قلت لك سيجما واي مش موجود عندك، في عندك بس سيجما اكس وفي عندك تاو اكس واي بس، شو عندك؟ عندك بس سيجما واحده وعندك شير واحد. تقدر تشتغلها على المعادله هاي اللي بالصفحه اللي قلت لي عنها؟ بقدر احسبها انها تورشن يعني؟ يعني انا بقدر نعم تقدر تستخدمها كنورمال ستريس وكشير بس. طب هسا يعني انا اجيب لك مثال، هسا السيجما اكس هاي، السيجما اكس هاي اجت نتيجه البندنج ولا نتيجه الاكسيال؟ اجت نتيجه الاثنين، مثالنا هذا نتيجه الاثنين، اجت نتيجه الاثنين صح؟ لا 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 دير بالك ما اجت نتيجه الاثنين، اللي صار عندي ما صار عندي بندنج، انا اللي عندي بس اكسيال، البندنج مومنت تحولت على هذا المسمار اكسيال وعلى هذا المسمار تحولت اكسيال، مش بندنج، ما عندك بندنج ستريس. ايوه اكسيال. مش هسه فرجيناك اياها. نورمال ستريس يعني انت بالطبيعي بالاف 2 لما تشدها المسمار هذا شو بصير عليه؟ بصير عليه بندنج؟ لا بصير عليه شير. بصير عليه نورمال؟ لا بحكي نتيجه الاف 2. لا بصير عليه تنشن. بس بصير عليه تنشن، ما عليه بندنج مومنت صح؟ مش جايبين سيره البندنج مومنت، فانت قاعد بتحكي عن ايش؟ بتحكي بس على النورمال ستريسز بس، ما بتحكي عن بندنج ستريسز. اوكي؟ هذا نتيجه الاكسيال ستريس، والتورشن اعتبره نفس ايش؟ نفس الترانسفيرس، ما بيختلف عندك ولا شيء، نهائيا ما بيختلف شيء. دكتور انا عندي سؤال. يا مان. دكتور بالنسبه للستريس كونسنتريشن فاكتور. كيف اتعامل معه للمسامير؟ انا شو حكيت؟ انا حكيت لكم كاني بالريبورت تعاملوا معاه كانه رد عادي صح؟ ايش حكيت؟ هو كان في جدول في الكتاب اساسا انه كات ثريد او رد. لا انسان من الكتاب، انا خابر حالي، كنت بدي ابسط لكم المشروع. خلينا نشوف بالله البروجكت اناونسمنت هون، خلينا نحكي وخلينا انقل عليه بس بعدين نكون شير عادي. تمام. هاي لو هاي لغينا الشير، خلينا نعمل شير ل وين الانونسمنت هاي. شوف الجزء الاول كانوا ما عندكوش مشاكل، ما حدا تواصل معي، ما حدا عمل مشاكل فيه او شيء، ما بعرف ولا سلمته خلاص. بالنسبه لبارت 1 يعني بارت 1 كانكم عاملينه صح؟ انا هيك حسيت دكتور. احنا حليناه بس دكتور انا ما بعرف، شفت معظم الشباب تناقشنا انا وياهم، طلع معنا الدكتور شو اسمه الفاكتور اوف سيفتي بيطلع اقل من واحد. احسن اطلع قبل واحد. شو بايش؟ باليلدينج ولا باليلدينج وبالفتيك طبعا. الفتيك بتعامل معه على اساس فولي ريفيرس، بس مش مشكله. ما هو اذا اطلع اقل من واحد باليلدينج بريحك من كل هالحكي اللي هون. طيب شو بدك احسب لي؟ ليش انا حسبته طلع معي اقل من واحد، حبيت احكي يعني. انا مستحيل اقدر اعمل جروب 15 مشروع اقدر اضبط الارقام، مستحيل. فانا قلت يطلع معك اللي يطلع وتكون انت يو كان جادج، فممكن واحد يطلع معه اقل من واحد، ممكن واحد يطلع معه اكثر من واحد. اللي ناقشوني يا جماعه على الواتس بيقول لي دكتور هيك منطقي، قلت له انا اعطيتكم ارقام وشو ما يطلع معك يطلع، ما ليش علاقه. انا يا جماعه انا بدي اياكم تفهموا والله، انا هدفي من المشروع انه اضغط عليكم تستفيدوا. وانا بتعرفوا انا جدا مبسوط، لانه يعني مناقشاتكم واحتكاكاتكم بعد ما خلصت الفاينل، الواحد بعد ما خلص الفاينل بيخلي الكتاب بالمحاضره او بمزعه او بحرقه. انتوا بعدكم داخلين بنفس مود الديزاين معكم، امتحنتوا قبل اسبوعين، وهذا الشيء انا مبسوط منه وحابه وبدي اياه. يعني على الاقل الفائده هسه بتكون حقيقيه، لانه بدك تنخل كل شيء بشغلك لحتى تعطيني الشغل المضبوط عن فهم. شو ما بطلع معك ارقام يطلع، ما عندك مشكله اذا انت واثق من حالك عادي. ممكن يطلع معك الانيلدنج اقل من واحد، ممكن يطلع 7000، انا حطيت ارقام من راسي ما حسبتهاش نهائيا يعني. ماشي الحال؟ تمام. طيب احنا انا قلت لكم هذا التعديل اليوم نزلته الاعلان تبعه على المود. هسه بقول لك بعد ما تطلع هذا الحكي، انت بتطلع الفون ميسز ستريس اللي هي سيجما الترناتنج والسيجما مين فاليو كمان مره، بتعتبر التورشن اللي بالمعادله او الترانسفيرس نفس المبدا. لا
لانه حقيقه الفون ميسز، الفون ميسز غيث اللي انت اللي سالتني، هل الفون ميسز لما تيجي تطلع فون ميسز بين شير وبين ستريس، هل هو بيميز الشير اذا كان نتيجه تورشن او نتيجه ترانسفيرس؟ لا بس انا في، لانه في فاكتور ثلاثه قبل التورشن، ففكرت انه بيختلف للترانسفيرس. لا 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 ما بيختلف، هاي هاي الثلاثه من اصل المعادله، ارجع لقوانين الفون ميسز، هاي اصل المعادله الثلاثه. لا هاي من اصل المعادله. اوكي طيب ايش ضل عندنا؟ ايش يا شباب؟ دكتور يعني دكتور كنا بنحكي عن ستريس كونسنتريشن فاكتور، حكيت بدك تشوفها انت. طيب ماشي اوكي، انا شو قايل هون بالسؤال الاول كويس مهند، البارت از رود شافت اند ذا ستريت ممبر ات از كونكتد تو سيرفيس بول باي مينز اوف ستيل سكرو بروبرتي كلاس 4.8 اور ولدمنت از ويل بي ديتيد بلو. ماشي الحال انا حكي لك بروبرتي كلاس 4.8 مشان تروح على الجدول وتطلع الخصائص تبعته من الجدول صح؟ وقديش معطيك الديامتر؟ خلينا نقول الديامتر 10 مليمتر. بعرفش اليوم انا واحد نبهني لشغله انا كنت افكرها بالريبورت، هل هو رولد بولت ولا كات ثريد؟ انا بدي اجاوبكم يا جماعه، هو اعتبره كات ثريد، او اقول لكم اذا بدكم انتم تبسطوا كثير المساله حالكم وانا بتحمل مسؤوليتها، هذا المسمار اعتبروه رد، تعتبروش بولت. يعني انت عندك بولت، خلينا اروح على البرزنتيشن هون. يعني انت عندك هاي بن اوكي انا عامل شير هذيك، اسف انا اغير الشير ولا فيش داعي. انت عامل عندك رد يا جماعه، انت انا بدي اياك هيك تفهموا، انت عندك رد عليه شير وعليه ايش؟ عليه نورمال ستريس، ما هوش مسمار، ولا تهتم بالثريدنج ولا تهتم بأي شيء. قديش الديامتر تبعه؟ مثلا 8 مليمتر أو 10 مليمتر. وصلت؟ شباب معي؟ معك دكتور. الستريس كونسنتريشن، إذا بدك تجيب ستريس، هل عليه ستريس كونسنتريشن هذا المزمار؟ ما عليه هوش ستريس. لا اعتبره واحد كله هيك، اعتبره واحد كله، خلصت راحت. اوكي طيب. يعني اعتبره رد عادي، الديامتر تبعه 8 ملم او 10 او 12 حسب الجروب تبعك، وعليه نورمال ستريس وعليه شير وبس. طيب. يعني انا بهمني تتعامل مع البولت كيف تعرف شو وصله لود، خلينا نقول بالدرجه الاولى. فاللي شرحناه اليوم بفرجيك كيف وصله لود، وصله لود نتيجه البندنج مومنت اللي هي من اف 2 ونتيجه الشير من اف 3، هذا هيك وصله لود. طب بعد ما وصله لود كيف بدي اتعامل معه؟ بدنا نبسط المسألة شوية، بدناش نقول في عندي ستريس كونسنتريشن للأسنان وفي عندي كذا، بس بصف عندك النوع المسمار هذا تأخذ منه، إذا أنت بدك تحسب بدقة أفضل تحسب التنسايل أريا وبتطلع خصائصه. إذا أنا حتى لقيت في أكثر من خيار عندك مش عارف شو بدك تختار، بدك تعرف قديش الاندورنس ليميت تبعته، قديش الألتيميت سترينث، أي شيء مش موجود عندك افرضه. إذا أنت ما قدرتش تلاقي بالتيبل خصائص يعني معلومات ناقصة بالريبورت، فرضها من عندك يا جماعة ماشي الحال، بس بشرط الفرض تبعك يكون منطقي. وصلت؟ وصلت. طيب دكتور سؤال، هسا أنا إذا بدي أجي أتعامل مع السكرو على أساس إنه مش لازم أنا بدي أطلع الكي بي وبدي أطلع الكي أم، فأنا قديش أفرض الثيكنس تبع الفيكس؟ أنا فرضته نفس مثلا المنبر إنه 20x20. شو الكي بي والكي أم؟ إذا ما حدا طالب منك كي بي وكي أم؟ دكتور انت مش طالب مني بار 2 احسب هيك، طالب الان؟ استنى ما في، اذا انا بحكي لك فتيكون find the expected life of the screw using Fred Goodman apply the Langer static criteria for the safety. هذا تعامل معه كانه رد يا جماعه، مالكو تعامل معه كانه رد، عليه normal stresses وعليه shear stress، رد عادي، انسى انه بولت، تحسب له موديفايد جودمان، تشتغل عليه زي ما اشتغلت على البارت الاول فوق. مين طالب ستيفنس ومين بيقول لي بيرينج ستريسز؟ ليش يعني اكثر من واحد فيكم راسلني مشان البيرينج ستريس؟ ليش يا جماعه؟ يعني هون وين علاقه البيرينج ستريس بالحكي اللي حكيناه اليوم؟ مش دكتور انا وانا بحل بالكتاب كان دائما يحسب بيرينج ستريس على البولت نفسه.
طيب انا أي... انا اوكي اي مثال بالكتاب كان يحسب بيرينج ستريس على البرغي ويطلع قيمة عالية كمان، يطلع مثلا 70 ميجا باسكال 80 ميجا باسكال. طيب بيطلع اكثر بس كان يحكم على لا ما هو كان يحكم عليه على اساس اذا انه الجوينت اللي مشبوكه اللي شابكهن ببعض اقوى من البرغي ولا لا. اذا كانت اقوى معناته في بيرينج، اذا ما كانتش اقوى معناته ما في بيرينج على البرغي. هيك كان يحكم الكتاب. لا انسى، انا بعثت لك قلت لك انساك من البيرينج ستريس واشتغل بس على المسبار انه حامل اللود هذا وبس، ماشي الحال. واصلا اصلا انت المسمار هذا شو عليه؟ يعني انت اصلا ما هو في شغلات بتعمل لك اليمينيشن للحل. البيرينج ستريس بنتج نتيجه الاف 2 ولا الاف 3 يا غيث؟ نتيجه ال بس الرسمه شو نتيجه الاف 3، نتيجه الاف 3. بينما انت عندك تو فورسز اف 3 واف 2، الكومبينيشن تبعهم والفون ميسس تبعهم بكون اخطر من البيرينج ولا مش اخطر؟ لا اخطر اكيد. That's it. فمعناته أنا بقدر أتجاهلها بكل بساطة، صح؟ بس أنا قلت بجوز لأنه برغي صغير وممكن يكون فيه له حساسية ضد البيرينج حتى لو كان الثاني أكبر. لا لا لا، don't go that far. Don't go that far. طيب غيره شو فيه يا جماعة؟ عندكم أسئلة هون؟ إحنا شو حكينا؟ نرجع لهاي. فأنا بدي الـ expected life على الـ modified good. ما شرحنا كيف تعمل، بتطلع sigma reverse equivalent لا باستخدام الموديفايد جودمان، في لها قانون موجود بالسلايدات، وبتطبق اللانجر ستاتيك طبعا بناء على الان يلدنج والان فاكتور، يا اما انفينيتي يا زيرو، يا اما بتحسب السيجما ريفيرس الايكويفالنت وبتعوضها بناء على الموديفايد جودمان وبتطلع قديش اللايف الموجود عندك. هون انا بدي اياك صراحه تتدربوا على اللود لاين، شرحنا عنه اللود لاين، ترسم السيجما الترنيتنج والسيجما مين، تعمل خط الموديفايد جودمان، تعمل خط اللانجر لاين، وبتعمل اللود لاين، وبتفرجيني انت وين وضعك بالنسبه لهم. وهذا كان سؤال بالامتحان اذا بتتذكروا، حطيت لكم 4-5 نقاط، قلت لك مين اللي برا ومين اللي جوا، بدك تكونوا كونفيدنت فيهم. طيب اخر سؤال انا مبسط لكم اياه، بعرفش لحد هون حدا بده شيء من بارت 2 يا جماعه؟ هيك تمام انا بالنسبه لي. شباب لا تمام دكتور، هيك بارت 2 تمام ماشي يا مهند. طيب بارت 3 آخر واحد، بارت 3 خلينا أحول على ال خلينا أحول شيرينج على شو اسمه، وين هاي البرزنتيشن؟ بارت 3 بقول لك افرض إنه ما عندك إلا إيش، ما عندك إلا F3 مظبوط؟ أيوة ما عندك إلا F3. هسا شو صار عندك أنت؟ انت عندك هون هاي شير اريا، طبعا هاي على فكره بتشبه كانه مثال بالكتاب صح؟ موجود بالسلايدات، بتشبه مثال بالكتاب. وفي عندك هون اف 3 هيك كانك انت بتبسطها صح؟ انا ببسط لكم اياها بس اف 3 هون رايت. فالاف 3 حقيقه بتعمل شير عند اي نقطه بالجسم، تعمل ايش؟ تعمل تاو، نسميه تاو برايم. تاو برايم هذا عبارة عن إيش؟ شو بساوي؟ F على إيش؟ F على .7 في إيش؟ في ال H اللي هي الفلت اللي هي أنا قايل لك ياهون قديش؟ هاي هي 2. في ال L قديش ال L؟ 64 اللي هي الطول هذا والطول هذا صح؟ لأنه أنا بدي أحسب الفورس على التوتال أريا، التوتال أريا اللي هي الأريا تبعت للحامل اللي فوق وللحامل اللي تحت، مش العلامة هاي المثلث اللي فوق والتحت معناها أنه ملحوم من فوق ومن تحت؟ دبل فيلت. علي يا جماعة عرفتوا ليش أنا رسمت هذول ثنتين؟ هذول خطين للحامل اللي من فوق واللي من تحت يا جماعة. 100% ماشي؟ قديش قديش فيهم هذول الاثنين؟ فقديش التوتال اريا؟ التوتال اريا اللي هي المسافه هاي بحالتي انا هون بالمثالات 40 و12 و12 64. فانت عندك هون 64 وتحت عندك نفسها، فانت بتقدر تقول 64 ضرب 2 او تقدر تقول ضرب 2 ضرب 64. طبعا بدك تحسبه بالايش؟ بدي من عندك بالمتر فور شور يعني، بس انا بدي ابسطه هون كمثال. فالفورس عندك تقسمت على الاريا هاي والاريا هاي، بس احنا شو سميناها الاريا؟ مش الاريا اللي بتلزق بالحيطه،
سميناها تتذكروا الثروت اريا صح؟ ايوه الثروت اريا اللي هي بدك تضرب في بوينت 707 اللي هي بتعطيك اضيق اريا بتعمل ايش؟ تعمل شير. بوينت 707 من الاتش ضرب العرض هذا اللي هو ال 64 هاي وال 64 هاي. هاي التاو الاولى 64 باثنين دكتور. ما انت عندك الحامل اللي فوق واللي تحت، انت اثنين في ال 64. يعني انا مجرد ما اقول 64 في الاثنين في البوينت 707 بكون بحسب الاريا اللي فوق صح؟ يعني انت اذا بدك متغلب كثير قول اثنين ضرب الاريا هاي كامله، عشان كانك تقول والله انا حسبت اللي فوق واللي تحت. هيك اريح؟ هاي عشان طلع الاريا صح؟ هاي الثروت اريا وهاي الشير اللي بنتج منها. هاي طبعا اف ايش اللي قلنا؟ هاي اف 3 صح؟ طيب شو عندك كمان هسه؟ هاي كيف تجاهها زي ما قلنا؟ عند اي نقطه لتحت هاي الشير صح؟ طيب شو في كمان؟ سكند شير. في عندك سكند شير الفورس هاي بتنقلها لهون. هاي شو بتعمل هون؟ مومنت. هاي راح تعمل عندك مومنت بهذا الاتجاه صح؟ ايوه. عند هاي النقطة راح تعمل فورس عمودية هيك. زاوية هاي 90. هاي راح تكون عندك تاو ايش؟ دبل برايم. قديش التاو هاي كيف بدك تطلعها؟ اللي هو المومنت في الار على جي. المومنت هذا شو بيساوي؟ اللي هو الفورس في المسافة العمودية. طيب قديش المسافة العمودية؟ 182. 150 و 12 ونص ال 40 نفس هذيك بالضبط صح؟ ايوه مزبوط؟ مزبوط. ضرب اللي هي هاي تحطها على اثنين اذا بدك مشان يعني يصير توضيحي. ضرب هاي المسافة هاي تحطها وين؟ بتحطها هون. هاي المومنت. اوكي؟ طبعا هاي المومنت شو بتساوي؟ هي حقيقة ما بتتأثر كمومنت، بتتأثر كتورك. عند هاي النقطة شو بتساوي؟ تي سي على جي، وعند هاي تعمل تي سي على جي، وعند هاي تعمل ايش؟ تي سي على جي. هون تعمل تي سي على جي بهذا الاتجاه، هون تعمل بهذا الاتجاه، هون تعمل بهذا الاتجاه صح؟ ايوه. وهون بهذا الاتجاه. مين اخطر، النقطة هاي ولا النقطة هاي؟ يعني هاي اللي فوق ولا اللي تحت؟ تعرفش. لا نفس الخطورة المفروض. لا ما حسب الزاوية، هسه الزاوية هاي نفس الزاوية اللي هاي. هو دكتور انا بقدر احطها على السريع تاو فتحتين اللي هي تاو دبل برايم بالاكس وتاو دبل برايم في الواي، واضرب في المسافه العموديه مثلا للواي بضرب في الاكس، وعلى الاكس بضربها في الواي وخلص بدون زاويه. مو فاهم عليك. واتيفر يعني اذا انت تفكيرك صح ان شاء الله يكون صح. هسه التاو دبل برايم شو بيساوي يا جماعه؟ ساوي التي سي على جي. التي بحالتنا هاي اللي هي ايش؟ ام صح؟ والسي اللي هي قديش؟ سي اللي هي المسافه اللي هي ار هاي لهون اللي هي ار صح؟ على جي اللي هي الار اللي هي هاي الار بحالتنا هاي هاي الار على جي. قديش الجي؟ الجي اللي هي انت خذ الجي يونت اذا بدك ضرب البوينت 7 او 7 في اتش من الاتش. الجي يو هاي لها تيبل فبتكون طلعت التاو دبل برايم. التاو دبل برايم طبعا تلاحظ الار اللي هون هو نفس بعد الار اللي هون، فبالتالي التاو دبل برايم اللي هون او التاو دبل برايم اللي هون لهم نفس ايش؟ لهم نفس المقدار. فصار عندك انت هون عندك تاو برايم لتحت تاو دبل برايم مايل بالزاوية هاي، هون عندك تاو برايم لتحت تاو دبل برايم لوين؟ لهذا الاتجاه. بتعمل بينهم علاقة ايش؟ علاقة فيكتورز. التاو دبل برايم شو بتسوي فيه؟ بتحلله على اكس وعلى واي وبتجمع تبعات الاكس مع بعض تبعات الواي مع بعض وبتاخذ الجذر الفيثاغورس تبعهم عشان يطلع عندك قديش الماكسيمم التاو ماكسيمم الموجود عندك. وصلت؟ تمام. شباب فاهمينها؟ ما فيش حدا بيحكي غير غيث. تمام فاهمين. سكوت علامة الرضا يا دكتور. الله يرضى عليك إن شاء الله. أجمعين دكتور إن شاء الله. طيب وين اللي راحت هاي نرجع لها. أوكي.
غيث بحكي حكي انا مش 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 فاهم عليه، فهسه مين اخطر، النقطه زي ما كمان سالنا كمان مره، النقطه اللي فوق ولا النقطه اللي تحت؟ يعتمد حسب الزاويه. انا اللي متاكد منه اذا الزاويه اللي فوق اكبر، يعني اللي زاويتهم اقل يعني اقرب لبعض، اكيد راح يعطوني الريزلتنت شير ماله اكثر، صح؟ ما هو دكتور انا قصدي انه الدبل التاو دا برايم للنقطه اللي فوق واللي تحت متساويه، برضو التاو دبل برايم للي فوق واللي تحت متساويه، والمسافه عن المركز كمان متساويه، فالزاويه راح تكون نفس الشيء. الزاويه اللي فوق نفس الزاويه اللي تحت؟ اه كل المسافات وكل القيم متساويه، فحتى لو عملت القاعده راح يطلعوا نفس الزاويه. بس اللي بيفرق اتجاه التاو دبل برايم، مرة بيكون في النيجاتيف اكس ومرة بيكون في البوزيتيف اكس. جو اهد، ما عنديش مشكلة، انا بحبش اطلق يعني الا شغلة الا اتأكد منها 100%، بس اذا انت متأكد انه بيطلعوا نفس الزاوية ما عندك اشكال. هم كمقدار نفس المقدار 100%، لانه الار هاي نفس الار هاي، بس الزاوية اللي هون يعني هاي خلينا نقول هسه لو بلا قصينا هيك، عندك الزاوية هاي نفس هاي، فبالتالي الزاوية هاي نفس الزاوية هاي، أوكي، فبالتالي الزاوية هاي هي نفس الزاوية هاي. مش اللي بدنا إياه، إحنا بدنا الزاوية هاي، صح؟ اللي هي هتكون 90 ناقص الزاوية، وهاي معناته صح، الزاوية هاي هي نفس الزاوية هاي، صحيح، لأن هاي راح تكمل على 90 وهاي راح تكون تكملت على 90. عودوا تأكدوا منها، بس أنا شايف أنا زي ما بحكي غيث نفسها بتطلع، نفس 100%، لأنه في عندي سيمتري بالدايمنشنز. طيب غيروا يا جماعة، في شيء شباب؟ مش طالب منكم فتيك للولدينج أنا، صح ولا طلبة؟ لا لا ما هيك بكفي استاتيك. كالكوليت الماكسيمم ستريس بالمنت باي اجنورينج ذا اكزيستنس اوف ذا سكروز، يعني انت لما تيجي تحسب الولدنج انه ما عندكش مسامير، او لما تحسب المسامير انت ما عندكش ايش، ما عندكش ولدنج، يعني مشان تقول انه الحمل كله بتحمل اما على المسامير لحال او على ايش، او على الولدنج لحال. ماشي، ما تكتب تعطوني اياها بعد بكره يوم العيد دكتور، لو يوم زيادة يومين زيادة بس. أكيد أنا يوم العيد بدي أطلب دكتور، يعني أخرج شوي. خلص ل 26 ثالث يوم العيد. منيح، خميس يعني، إيش معقول أطلب يوم العيد؟ يعني هاي فرحة ربنا، يعني أكيد مش راح نغص عليكم. أنا لما حسبت 24 ما حسبتش إنه متى بكون العيد يعني، فطلع سبحان الله مستر يوم العيد. خلص 25 26 شو بكون 26؟ 26 يوم ثلاثة، 23 24 25 خليه 28 خليه 24 25 لا خليه 26 يا جماعة، بكون يوم ثلاثة. والله بضغط علي رئيس القسم بدي أسلم العلامات، لأنه أنا ممتحن من 11 الشهر يا جماعة، ومن 10 الشهر. خلاص تمام، بس كان أسلم العلامات 28. بس لو تعمل فورم على الموديل عشان نسلم المشاريع عليه، ولا نبعث لك على الواتس. والله انا جتني الفكره هاي، فكره حلوه صحيح، بس مشكله انا خايف ما يصيرش عندكم مشاكل بال هذا الكتاب، الموديل ما بزبط تحميل. لا لا لا، على لو اعمله على زي مبدا الامتحان، واعطيكم رابط تفوت تدخل اسمك ورقمك الجامعي وتعمل ابلود للفايل. فكره حلوه، انا افكر فيها من الاول اصلا. حلو، بس مش على الموديل، الموديل ساعته قليل. لا لا، على الجوجل فورم، على الجوجل فورم. بزبط تمام عملها، بس بس بعد